السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام، هذا أخوكم السيمو يعود إليكم من جديد. إخواني المشاهدين، قبل ما غادي تشوفوا الفيديو كامل وبدون تقطيع، يعني ما فيه لا تقطيع لا حتى شي حاجة، الفيديو كامل باش تعرفوا يعني وشنو أسرى الوكيل الملك المقيم بمدينة طنجة. غادي نحط لكم الفيديو كامل باش تشوفوه وباش تعرفوا الحقيقة كاملة. إخواني المشاهدين، قبل ما تشوفوا الفيديو اللي عمرو شافنا اخواني المشاهدين، ما عليه غير يضغط على زر الاشتراك ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. وكنوجه واحد التحيه للمتتبعين ديالي الكرام، كنوجه لهم واحد التحيه كبيره، واللي عاد كي تلاحقوا بينا اخواني المشاهدين تنتوما مرحبا بكم، الف مرحبا. هذه راها قناتكم اخواني المشاهدين، واللي معانا بطبيعه الحال هذوك الله يجازيهم بالخير. المهم اخواني المشاهدين، غادي نقرا لكم يعني واش صرا واش راه كاين اخوان المشاهدين في يعني في قضيه ديال، قبل ما تشوفوا لا فيديو، في القضيه ديال وكيل الملك. يعني هذا الشيء بزاف، يعني واش غادي نقول لكم، تكرفسوا على وكيل الملك، عاد حاره فين غادي، عاد حاره تبان لهم في واحد مواطن، في واحد لي مواطن. انتم غادي تشوفوا لا فيديو كي دار السيد دخول، وكي كاين باغي يمشي، وحدين باغيين يديروا العرقالات تما، كيخليوا لي كومونتير كيقول لك لا وحقه هو اللي فيه لافوت ولا كذا. شوفوا بعينيكم وبنادم يحكم، يعني بنادم شوفوا. انتم كتشوفوا الناس باللي كيفوتوا من تما، وملي جاي يفوت من تما جا عنده ديريكت ذاك المخزني يجري، ولكن راهم خداو معاهم الاجراءات اللازمه باش ما يعاودوش، باش ها انتم باش بنادم يشوف، باش بنادم يشوف بان المواطن راه محقور. عاد حاره فين وكيل الملك، باش تهد وكيل الملك تجي عنده واحد الفكره في الراس بانه عندهم الصح المواطنين كي يتم الحجر ديالهم من طرف هذا، من بعد ماشي كامل، من بعد هذا المخازنيه ديال القوات المساعده، من بعد ديك القايده تاع اليوسفيه اللي غبر لها الاطار. يعني من داك الفيديوهات ما علاش ما بقيتي ديروا لا فيديوهات؟ لا، لان راه كاين السوشيال ميديا، كاين التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي، كاين كل شيء كيتفرش، ولكن حنا ما بغيناش هذا الشيء يبقى عندنا، لان تعدوا على واحد سلطه، يعني تكرفسوا على واحد اللي هو في السلطه، عاد حرف تبان لهم في المواطن، راه هذا الشيء عيب وعار. المهم اخواني المشاهدين، غادي نقرا لكم هاد التقرير هذا، لانه شوفوا راه حطاته لاخبارنا، اخبارنا هي اللي حطاته هاد الصحافه، هاد المجلس اخبارنا. المهم اخبارنا المغربيه بالرباط، دخلت النقابه الديمقراطيه للعدل بمدينه طنجه على خط قضيه اللي تكرفسوا عليه على وكيل الملك الذي تعرض له. هو كيقول وكيل الملك، وهنا كيقولوا نائب وكيل الملك بمدينة طنجة من طرف عنصرين من القوات المساعدة أمس الجمعة، هذه نهار الجمعة. وأصدرت الهيئة المذكورة بلاغا ناريا توصل الموقع بنسخة منه أدانت من خلاله ما أوصفته، يعني تكرفسوا عليه إخوان المشاهدين، يعني هذا شيء همجي، ها قال لك الهمجي الصادر من مانيش عارف واش هذاك سوري ولا ما عرفناش، من القوات المساعده في حق نائب وكيل الملك لدى ابتدائيه طنجه. واعتبر البلاغ ما تعرض له المسؤول القاضي، يعني تعدوا عليه على كل مكونات الجسم القضائي بمدينه طنجه مساء ومساء خطيرا بهيئه القضاء، وطالبت النقابه بضروره تطبيق القانون، الحمد لله شكرا للقانون، بتطبيق القانون ومعاقبه كل من سوت له نفسه. هاد المخازنيه وهاد الجدرميه، يعني كان ماشي ربي تسمح، هاد احنا بحال اللي دوختونا، هاد المخازنيه وهاد القوات المساعده، راكم سمعتوا، راه النقابه خرجت وكل شيء خرج اخوان المشاهدين، وقال لك قال لك كل من سوت له نفسهم هادوك الناس، هادوك استغلال حاله الطوارئ اللي كيستغلوها وكيديروا فيهم الحسابات اخوان، كيطبقوا على الناس الحسابات. قال لك وطلبت النقابة بضرورة تطبيق القانون ومعاقبة كل من سوت له نفسه استغلال حالة الطوارئ الصحية للمس بسلامة المواطنين والمواطن والمواطنات حسب ما جاء في نص البلاغ.
الحمد لله، شكرا لسيدنا وشكرا للقضاء المغربي. الحمد لله اللي كان كاين القضاء النزيه، يعني ماشي كامل. هاد الناس هادو ربعة دورو اللي هاد اللي من هاني كنهضر على هادو اللي تكرفسوا على هادو وكيل الملك، هادو بجوج ربعة دورو، جوج دورو ربعة دورو 24 دورو حنا كنقولوا لهم. هادوك يعني هذاك خواتو صحته درينا شويه ولا مانيش عارف، ولا اللي تعنى اللي تعنى بالقوه يموت بالضعف. يعني القوه هي العقل، تلقاه بنادم مسلقم رقيق ما مانيش عارف، تلقاه انت دير معاه شي حاجه تلقاه صافي يسالي معاك. يعني اللي تعنى بالقوه يموت بالضعف. بنادم خصو يكون سالم العقل، في العقل وسالم في الجسم السالم، يعني ماشي بنادم صافي يعني فيه شويه طوله. الحمد لله بنادم اليوم كاع كل شيء راه بصحته وكل شيء، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني انت وبنادم كبير اخواني المشاهدين، كان غير كان صغير ماشي مشكل، كان غير كان صغير يقدر يتقد هو وياه، واخا هو باللبسه يقدر يتقد هو وياه، ولكن بنادم كبير راكم شفتوا، غادي تشوفوا الفيديو كامل بدون تقطيع. جا عنده واحد القائد وقال له بان راك كبير وراك مريض، يعني تحاول على صحتك. هذاك الاخر ذاك وكيل الملك قال له بعدني القائد خليني، راه قال لي راه دفل عليه وقال له انت حيوان. مين الاخر رد عليه قال له انت هو الحيوان؟ ما عجبوش الحال. يعني علاش كتقول انت البنادم حيوان ومين كيردها لك يقول لك انت هو الحيوان؟ ما كيعجبكمش الحال، هذه هي اللي ما دخلتليش للعقل. ماشي كتمشي تفرض على، شوفوا انا نقول لكم كي صرات الفيلم، الفيلم كي صرا اخواني المشاهدين، كاين شي ناس كيبغيو يستغلوا السلطه، حنقولوا يشدوا شي بوليسي ولا يشدوا، تحياتي لكاع القضاء المغربي النزيه. ولكن بعضهم بحال هادو كاين اللي يستغلوا هاد، اللي يستغلوا يبقاو يديروا تصفيات الحسابات، فهمتوا اخواني اخواتي الكرام؟ يبغيو يستغلوا هذاك بنادم عفوا، ويبغيو يديروا يستغلوا هاد تصفيات الحسابات باش يصيفطوا بنادم للسجن. بعض منهم بحال هاد الحوتالات، بحال هاد القوم هذا، يعني كيبغيو يديروا هاد اللقطه هذه باش يعني يبقى يستفزك يستفزك، وانت واخا تبغي تهرب منه وتمشي منه ما يطلقكش يستفزك ويدير راسو، المهم حتى يلبخ لك شي مونتير. المهم الفيلم كي صرات كاين شي وحدين كيبغيو يستغلوا القانون، يعني كيشدوا شي بوليسي ولا كذا كيقول له ما تعرفش مع من راك تهضر، راك مع فلان تهضر، وانا با فلان وانا فلان. بنادم كي بشحال من واحد كي غير يكذب باش يفلت. ايوا بهذا السبب هذا يمكن مين قال له انا راني وكيل الملك سحبت له هذاك، راه كيكذب عليه وراه كيزعق عليه بانه بقى يقول له روح لامك غادي نوريك وكيل الملك كي داير، ها وكيل الملك كي داير. يعني بحال اللي دار في راسه بانه ما كان لا وكيل الملك لا والو، غير من الشعب عادي باش يستغل ديك الفرصه باش يزهق منهم. ولكن بغينا غير نقول لكم راه انسان انسان، كي وكيل الملك كي فقير كي واحد ما عندوش كي واحد عنده، راه حنا كاع سواسيه. علاش اخوتي هنا في اوروبا كاع الناس سواسيه؟ علاش غير 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 باقيين في الدول العربيه هاد الشيء هذا؟ اقسم بالله العلي العظيم راه كاين شي وحدين راه ما باغينش يوليو كاع، ما باغينش يوليو البلاد ديالهم كاع، مع العلم بلادهم زينه والبلاد زينه وبلاد واعره الحمد لله، وكنموتوا على بلادنا وكنموتوا على الوطن ديالنا. وحنا اللي هنا في الجاليه المغربيه هنا في المقيمه في الخارج هما اللي كيموتوا على بلادهم، وكنصيفطوا الحمد لله للمحسنين وكنصيفطوا الناس المحتاجين. وباش تعرفوا ان الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج مسانده للمغاربه بزاف اكثر ما هم اللي تما في المغرب. يعني حنا كتجينا الغيره على الوطن ديالنا، هاد كتجينا الغيره على الوطن ديالنا اخواني المشاهدين، وهاد الشيء اللي كيغيضنا فيه الحال. القايده نتاع اليوسفيه دارت عاوتاني راكم شتوشه دارت، يعني حتى شي واحد ما باغي يتحرك ساكنا وصافي، يعني بغاو يجمعوا الاخر ويصيفطوها يعني لشي بلاد اخرى لشي منطقه اخرى باش تولي دير عاوتاني نفس المشكل. ولكن حنا ما بغيناش يولي هذا الغلط، ما بغيناش هذا الغلط يولي في نفس هذاك الانسان ولا ذاك الانسان خصو يتعاقب باش خطره اخرى، باش تيلا بغى يجي يدير شي حاجه يتفكر بان راهم كاين الشعب المغربي، كاين السوشيال ميديا، كاين مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتفرش بحال هاد الناس هادو اللي كيديروا هاد الشيء هذا، يعني باش ما تسولهاش نفسها مره اخرى ديروا كما انت شوفي كما تدين وتدان، تخرج لك في ولادك خرج لك راه كاين واحد الناس، كاين واحد الطبقه مانيش عارف واش في قلبهم، راه كاين الله سبحانه وتعالى العواشر تعطيهم القفه وزيد لهم عاد بالضرب والاخر. لا
انت هي اللي تسانديهم وتعاونيهم. شوفي القاعده حريه، يعني واخا كتهضر بديك بديك ولكن تضحك، شوف علاش كيخرجوا عندها الجوارين ويموتوا عليها ويبغيوها، انها باينه فيها في الوجه ديالها انسانه فقيره واخا قايل، ولكن انت دايره بونضه باقي كدهم بحبحه ومزربه ومشرمله، باقي تدقي على هذا وتدقي على هذا، الاخرى فعفعتيها كاع نسات السكنه ديالها نساتها، علاش كتخوفوا المواطنين؟ سبحان الله العلي العظيم. هنا يا بنادم البوليس يضحك معاك وينشط معاك وبزاف ديال الصوالح، الضحك والنشاط، والله القاسم الا يضحك معاك واخا عندك مخالفه واخا ما عندكش مخالفه، ولكن القانون يطبق. شكرا لسيدنا، نصره الله اياده ومبروك عواشركم، ويا ربي سيدنا يعني الملك محمد السادس يتشافيه الوليدات وتشافيهنا لينا حنايا كاملين، والحمد لله راه داير العداله. وشكرا للقضاء المغربي النزيه، شكرا بزاف 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 اخواني المشاهدين، القضاء المغربي اللي راه داير خدمته في هذا الحجر الصحي، ويعني يعني بعضهم هما اللي استغلوا الظروف نتاع تصفيه الحسابات، هما الحمد لله حنايا القضاء ديالنا بزاف نازي. تحياتي لكم اخواني المشاهدين، شوفوا لا فيديو كامل دروكي، غادي تشوفوا لا فيديو كامل، غادي نخليكم على فيديو كامل تشوفوه باش تعرفوا واش تا كاين وتعرفوا مين دخلوا مين خرجوا، وش يعني الكاميرا مين شدت كل شيء ومين كان في الصطافي تعتقلوا، بزاف ديال الصور اخواني المشاهدين. تحياتي لكم، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وما تضغطوا على زر الجرس، هذه خصكم تضغطوا على زر الجرس باش يبقى يوصلكم الاشعارات ديالنا، وتحياتي لكم وشكرا لكم اخواني المشاهدين، استناونا فيديو جديد، هذه القناه ديالكم حنا كنوصل لكم معلومات، وان شاء الله كاين هذه القناه راها متنوعه فيها بزاف ديال الصوالح. تحياتي لكم من مغربي مقيم في المانيا. ما كانش ما يمكنش يعرف هو السبب، ولكن النيابه العامه غايقول لك هكا راه السبب تاعهم فرعين عليا، فرعين عليا قال لي حيوان تدوز باش حيوان، قال لي حيوان قلت له انت حيوان ما عجبتوش عرفت تقول له انت حيوان، نزلت ولكن المالي قال لي شكون تفرك على بعدك خاو جنبك يا بني الوالي بدو بحيد السلطان السلطان راه 100% هذا السوق حاولنا غير على صحتك وما عادك ونغير انا بعد شي هذا خير خير انا بس نتي يبوني ولي ما غادي نعتذر شفت ما مشات ما شفت عارف شفت شفت شفت